السلام عليكم. الفيديو هذا ما هو يعني شيء أساسي، بس توضيح صراحة حبيت أوضح لكم. والله الحمد قدرت أنهي موضوع كريس ريدفيلد، القصة الشرح التفصيلي بالكامل متعب جدا، متعب وخذ مني جهد، حتى لدرجة تلاحظون آخر شيء قاعد ننزل فيديوهات سريقة بسيطة بس عشان أخلي القناة يعني متواصلة تنزل لكم فيها شغلات. والحمد لله خلصته. الفيديو راح يكون ما بين 5 إلى 7 ساعات بعد المراجعة السريعة، 5 إلى 7 ساعات راح أشرح كل شيء بالتفصيل وراح يكون مرجع لكم. راح تقول يا فواز 5 ساعات ممكن كثيرة، ما كثيرة، لا تحاطون، أنا مقسمها، مو في بعض الفيديوهات في اليوتيوب تلقاها من تحت مقسمة، أنا مقسمها لسببين، إنك أنت كل شوية تشوف جزء معين عشان ما يكون طويل عليك، فيعتبر كأنه أجزاء جاهزة في فيديو واحد، أكيد وصلت. النقطة الثانية أساس بعد الزمن إن شاء الله بيع للزمن، إنه بعد فترة والله مثلا نسيت قصة كريس بالجزء الخامس، تقدر ترجع الفيديو هذا وعلى طول مباشرة تختار الجزء الخامس وتشوفه. حيل تعبت والله يا شباب، والحمد لله انهيته. بعدين قلت لحظة، انا صراحة ابيه يكون شيء تاريخي بالنسبة لي، انا اني انجزت انجاز تاريخي، اني وصفت انجاز تاريخي في عالم فيديو جيمز، عشان ما حد يقول ايش دعوة وشنو انجاز تاريخي وش سويت، لا، انجاز تاريخي في عالم فيديو جيمز، اني شرحت قصة من القصص العميقة الدقيقة اللي محتاج لها شروحات تفصيلية عشان واحد يفهمها. وكريس ريدفيلد طبعا ما يحتاج الكلب. المهم بعد ما خلصت اتفقت مع الاخ سعد، يلا جزاه الخير، خيالي في الانتاج، ما قصر معاي والله بالتكلفة وكل شيء، ما قصر معاي. المشكلة انه ما في وقت محدد متى ينزل صراحة، ممكن اسبوع اسبوعين، ممكن شهر شهرين، ممكن 3، والله ما ادري. انا بحاول اضغط عليه على شوي بس يعني ما اضغط عليه ضغط انه خليه يسوي مونتاج اي كلام، لا، هو ان شاء الله ما راح يقصر، هو وعدني انه بيكون يعني مونتاج خيالي، فراح يكون ان شاء الله بالنسبة لك الفيديو كريس قصة تفاصيل دقيقة جدا مقسمة لأجزاء، انك ما تمل كل شوي تشوف، وكل جزء محدث. يعني انا اشرح اوضح لكم بعدين، مو بعدين عفوا، لما تشغل الفيديو راح تشوف انها موضحه بشكل جميل جدا، يعني تقسيمات واضحه مثل ما تقول، تعرف تك 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 تك، مثلا اليوم مالك خلق تبي تشوف ربع ساعه تختار ربع ساعه، بكره وهكذا، والمونتاج بيكون جبار، فيكون متكامل بشكل خيالي باذن الله. رقم 2، طيب فواز يعني انت كذا مره سويت فيلم وما تكلمت بهالفيديو، لا، اللي اقصد اني شوي انا لاني شرحت قصه كريس والله تعبت من ناحيه تعبت جسديا مو نفسيا، لا جسديا، اني اشتغلت كثير، ما في قصص لفتره معينه، ابريح فتره هاي معينه، يمكن اسبوع يمكن اسبوعين يمكن شهر شهرين، بس خلاص برتاح. جنني هالولد هذا والله، جنني كتفاصيل. وللعلم أنا ما 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 أبدا أستند على أي مصدر خارجي، سواء أجانب ما أجانب، إلا مصادري الخاصة، بمعنى أني أنا يا فواز ما راح أشرح شيء إلا لما أنا مقتنع فيه ومتأكد أنه له مصدر ومتأكد كذا. على سبيل المثال والله كريس راح قصر سبنسر الجزء الأول، صح؟ إيه. في ناس تقول المصدر موجود مكتوب في فاندوم، لا أنا ما يهمني فاندوم، المصدر قاله الرجال الأجنبي في اليوتيوب، لا ما يهمني فاندوم، أروح أتشيك هم اللي قالوا هذول اثنين فاندوم، هاي قالوا بناء على شنو، من وين جابوها، أروح للمصدر الأساس اللي هو شنو، اللعبة. شنو دليلك يا فواز إن كريس دخل القصر؟ اللعبة بين لك إن كريس دخل القصر. أعطيتكم مثال بسيط عشان أوضح لك إني أنا ما راح استند على أحد، طبعا في تفاصيل كثيرة. قصة كريس فيها نقاط أتوقع أغلبكم ما كان يعرفها، أتوقع اللي هو ملفات Inserted Evil، اللي هو النوفل مال ويكيد نورث سي، والكوميكات اللي نازلة قبل فترة أتوقع نسبة كبيرة يمكن ما قروها، هذه الأمور أيضا كانون وداخلة في القصة.
غير ان الجزء الخامس انجليزي، الجزء السادس انجليزي، صدق انه مترجم بس في امور مثلا ما كانت واضحه وكذا، فقعد اسعى فيها. السابع والثامن والتحليلات كل شيء مرتب باذن الله باذن الله باذن الله. اوعدكم ان نسبه الخطا او الهبد ما تقل عن 2-3%، ما تزيد عن 2-3%، لاني انا بشر يعني، لا احد يهايط يقول لك والله فوات، لا انا بشر بالنهايه. فالفكرة اني بريح، اخذ نفس كذي، بس مو معناته اني بقطع القناة. ايش راح اسويها؟ ابيكم تساعدوني. شو تبوني اسوي؟ شغلات ما يحتاج تعب. تبوني العب ريزيدنت ايفل؟ حاضر. تبوني اقول لكم شنو افضل وحوش؟ حاضر. طبعا صوت وصورة، اطلع فيها صوت وصورة. تبوني شنو الشغلات اللي تحسون انها خفيفة اقدر اسويها وتفيدكم كمعلومات؟ تبوني اشرح شغلات معينه بس بدون تدقيق، يعني مثل الحين شي فوز اشرح لي كذا، اشرح اللي يطلع معي، لانه ما راح يكون كامل. فانت قلت لما تقعد بالكمبيوتر وترتب امورك وتقعد تكتب النقاط وتشرح اكيد بتكون ادق من اني ادخل الان مثلا السلام عليكم الحين بتكلم عن النقطه الفلانيه ترى كذا وكذا، ما راح تكون نفس الدقه. انا ما عندي مشكله، وراح اوضح انه بالبدايه دير بالكم ترى هذا كلام واحد الحمد لله عنده خبره بس مو مراجع. طبعا 100 معلومة إن شاء الله أنا قاعد أسويها، فأعتقد التختيم هو أنسب شيء. طبعا نتكلم عن ألعاب ثانية غير Resident Evil براحتكم، بس القصص الكلب حشاكم تعبني واجد واجد واجد، 7 ساعات وأنا أقرقر يا ولد يا أعوذ بالله منه، هب وجهه يعني، غير أني لا أنا أحبه. بس أنا قلت أنزل هالفيديو هذا لأني لو شوفوا آخر 3-4 فيديوهات تحسون فيديوهات أبو كلب صراحة، يعني شيء على السريع شيء، بس هذا اللي كنت أبوضح. ولا أنتوا والله على العين وراسي وكذا. إيه بقول لكم شغلة، أهم شغلة هذا شفت الفيديو كله اللي بقوله لكم الآن هو أهم شيء. أنا يا جماعة متخصص في شرح قصص Resident Evil فقط. يعني كيف؟ يعني 100 معلومة أنا لاطشها من مليون مصدر مو من عندي. يعني فهمت قصدي؟ أي شيء ثاني ما أعرف له، والله ما أعرف له. ممكن أنت تنعجب فيني، أو فوز والله أبدعت في هالنقطة هذه، بس أنا ما أحس نفسي أني أديت. شرح قصص أبشر، والله ما حد يقدر علي، والله ما حد يقدر علي، عرب وأجانب والتحداهم غير كذي. يعني مرة قال ممكن تكلم عن الالغاز، العب جيم بلاي، يعني شوية مو هذا. أنا إن شاء الله وصلت الصورة. بس فواز قناة Resident Evil ترى شرح قصص Resident Evil ما في أحد أحسن مني، مع يعني لا مو غرور، الحمد لله أنه أنتوا عرفتوا خلاص، أنتوا عارفين الحين أنتوا بالموضوع هذا. غير كذي ما أدري. العموم أي دردشة، يعني تعرفت من القلب للقلب الخاطئ قلت أقولها لكم. شروحات القصص الهدف الأساسي من هالفيديو نقطتين، أبرتاح من شرح القصص، أبرتاح ما بيشرح فترة، متى مش كثر يا فواز والله ما أدري، أبرتاح. رقم اثنين، القناة بها شغالة، شو تبون يسوي فيها؟ وسلامتكم عن خيرك يا كريس.